بل ان الرساله على حد قولهم كانت نزلت على علي فاخطا جبريل واعطاها لمحمد. يا شيخ عمر هذا يحصل في صلاتهم في كل صلاه، كل ما يصلي واحد، او شفتم انت في مكه لما نكون احنا في الحج فبتلاقي بيعمل كده واحد اثنين ثلاثه. هو ماذا يقصد بها؟ يقول فيها تاه الامين تاه الامين تاه الامين، يعني سيدنا جبريل عليه السلام تاه في رسالته، فبدل ان ينزل على علي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. يعني تخيلوا مشاهدينا الكرام انهم يقولون وبلسان الصراحه حتى عبر قنواتهم كما قال الشيخ حسن ان الرساله نزلت على علي فاخطا جبريل واعطاها لمحمد. بعد هذا الفاصل ان شاء الله عز وجل الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وال محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقصد بها يقول فيها تاه الأمين تاه الأمين تاه الأمين، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا. اللهم صل على صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون.